الزبانبية. قال الإمام الحسن عليه السلام: إن الله عز وجل أدب نبيه أحسن الأدب، فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فلما وعى الذي أمره قال تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقال لجبرائيل عليه السلام: وما العفو؟ قال: أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. فلما فعل ذلك أوحى الله إليه: إنك لعلى خلق عظيم.